لاعب الجديد في نصر بوقاش، وكذلك الحارس اللي تكلم عنه حسن عبد الله نونس. الحمد لله الشباب كلهم يعني تعرفنا عليهم صراحة الحمد لله، ودخلنا في المجموعة الحمد لله يعطيهم الصحة، مع طول دخلنا مجموعة الحمد لله. والله صح الفرق بين الجمهور يعني، بس الحمد لله احنا ما كنا معتادين شوي في الدوري الجزائري الجمهور وكل شيء، يعني الحمد لله ما في فرق كثير. ان شاء الله نكون عند حسن الظن للجمهور ونساعدهم اكثر ان شاء الله. وش تقول جمهور النصراوي؟ ان شاء الله نقول لهم يعني ان شاء الله الخير جاي لقدام ان شاء الله باذن الله. الحمد لله هذه حال الكوره، فوز وخساره. صح ان الهزيمه يعني كانت شوي قاسيه علينا وثقيله علينا، احنا نادي كبير يعني لعيبه نادي النصر يعني تنهزم في الديربي، يمكن تقريبا المباراه الاولى في الدوري 3-0 والمباراه في كاس ولي العهد 4-1 ثقيله علينا، لكن يعني صراحه ما ندري ايش نقول للجمهور، كثرنا عليهم بالاعذار. الضغوطات انا وخالد علينا يمكن من بدايه من قبل ما يبدا الموسم، يعني من قبل العالم ما تشوف مستوياتنا خلال الموسم، لكن يعني الحمد لله يمكن خالد ما قصر في بدايه الموسم، يعني طبيعي هبوط المستوى هذا شيء طبيعي عند اي لاعب يعني مو بس فقط في حراس المرمى، لكن اللي اتمناه يعني انه من الجماهير من الاداره من اللاعبين انهم يوقفون يعني مع لا معي ولا مع خالد خصوصا في هبوط المستوى، يعني احنا فريق واحد. شكرا ناصر الشيبان. فياض، ما يفعله الآن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي من ثبات ويعني استمراره كرئيس للنادي بالرغم من المطالبات الكثيرة ربما تكون بعضها جماهيرية وبعضها شرفية، هل نستطيع أن نسميه أنه شجاعة وتحمل المسؤولية أم يعني مكابرة؟ طبعا الامير الفيصل بن عبد الرحمن يعني رجل حقيقه تحمل الكثير، انا بالنسبه لي اعتبره من افضل فيصل بن تركي من افضل الرؤساء اللي مروا على النصر. تكلم من ناحيه الدعم المالي حقيقه لا يقارن دعمه المالي الكبير باي رئيس سابق تولى اداره نادي النصر، فلذلك انا استغرب حقيقه هذه الانتقادات الحاده لرئيس النصر. اولا العناصر الموجوده لا يمكن ان تكون ذراع قوي لاي اداره تساعدها على تحقيق النتائج وبالتالي تحتفل معها الجماهير. الفنية ايضا تقصد عناصر فنيه نعم ولا اداريه؟ نعم العناصر ايضا انا اعتقد الرجل في الفتره الاخيره لاحظنا يعني ابتعاده عن الانظار او الاعلام، افتقد لعنصرين مهمين هما اعتقد نائب سابقا عامر السلهام وكذلك مدير الكره سليمان القريني او سليمان القريني. كل هذه الأشياء يعني كانت نتاج طبيعي لما يحدث للنصر من نتائج. طبعا أتفق مع زميلي حسن عبد القادر وأن العناصر الموجودة في نادي النصر عناصر لا يمكن حقيقة أن يعني ممكن تعتمد عليها بتحقيق البطولات. الصفقات الأخيرة حقيقة سواء كانت صفقة خالد عزيز أو السعران مع احترامي لهم طبعا وكذلك الجزائري الحاج بوغاش، أعتقد أن صفقات لا ترتقي لمستوى جماهير تتطلع إلى أن يعود فريقها إلى الواجهة. كل هذه الإحباطات طبيعي جدا أن تؤثر على رئيس النصر الذي نراه حقيقة صامدا وبقوة ونحيي فيه هذا الصمود. طيب يعني وهو يستحق بدلا من حقيقة الانتقادات يفترض أن يستحق الاحترام من جماهير النصر على يعني ما يواجهه من انتقادات، وهو الآن يحاول قدر الإمكان أن ينتشل نادي النصر، ولكنه كما يقول المثل اليد العين بصيرة واليد قصيرة. فنتمنى أيضا أن يواكب هذا الصمود يعني ظهور للنصر في المستقبل بمستوى بحجم طموحات الأمير فيصل بن تركي.